السلام عليكم. تلخيص تاريخ صفحة 46. هنا لخصت سوت فراغات وتعاليل وتعاريف حتى تفيدكم بامتحانات الشهرية وتفيدكم بامتحانات آخر السنة. عم تاخذون درجة عالية. هسه أبدي. عرف الزقورة. الزقورة هي متكونة من 7 طبقات لبرج بابل، وفي أعلى الطبقة معبد صغير حيث إله، يعني كما يعني معتقدهم بأن ينزل من السماء إلى معبد كبير في الأرض كما يعتقدون، بناه في عهد الملك نبوخذ نصر الثاني، ولها بيوت العبادة الصابئة المندائيين، تتكون بيوتهم من القصب والبردي من النهر لإقامة مراسيم الطقوس الدينية. هنا فراغ. بناء الزقورة لبرج بابل في عهد الملك فراغ من هو نبوخذ نصر الثاني. فراغ ثاني. كانت زقورة برج بابل بيوت عبادة طائفة من هنا يعبدوها صابئة من دائين. هاي كلش مهم هذا الفراغ. هاي فراغين مهمة. فراغ. تتكون بيوت عبادة طائفة المندائيين من القصب والبردي. هنا حطيت تعليل، هذا تعليل مهم. تقام البيوت لطائفة الصابئة المندائيين قرب النهر. ليش قرب النهر؟ الجواب لإقامة مراسيم الطقوس الدينية. هنا فراغ مهم أيضا. المصريون لهم أشهر بناء معابد في عصر الإمبراطورية، يا معبد الكرنك في العاصمة طيبة، والموجود هذا المعبد كرنك في العاصمة طيبة، وله منحوتات ملونة. شو راسمين هاي؟ طقوس دينية وراسمين حروب الفراعنة. هذا هو تلخيص لامتحانات الشهرية، امتحانات اخر السنة الكورس الثاني. وهاي اخذت بس الفكرة، فكرة الموضوع، حتى بس تحفظون وتركزون عليها بكل سهولة بدون اي جهد او درخ. هذا عبارة عن فهم. وشكرا.